بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الحر المحجلين. اليوم الأحد صبيحة فجر 24 و25 من شهر ربيع الأول 1443 للهجرة، الموافق لي 31 من شهر أكتوبر شهر 10 2021، في دورة فقه الحج والعمرة. وقد مر معنا طريقة الحج بطريقتين، الطريقة الأولى مرت معنا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حج، والطريقة الثانية مرت معنا بطريق ترتيب الأيام، ماذا يفعل الحاج بالأيام. واليوم إن شاء الله سنأخذها بالطريقة الفقهية، الطريقة الفقهية التي قد تدرس، قد تعلم كيف الفتوى، قد تعلم ما الواجبات، ما المحظورات، ما الممنوعات على الحاج. فمرورا سريعا، الحج في اللغة القصد، يقول حججت أي قصدت، قصدت الشيء. أما في الاصطلاح الفقهي فهو قصد مواضع مخصوصة. إيش هي المواضع المخصوصة؟ ما يذكرني، مثل الميقات، مثل الوقوف في عرفة، المبيت في مزدلفة، رمي الجمرات في مكان محدد، الطواف حول الكعبة، لا يجوز الطواف في مكان آخر أو أي جزء من مكة في وقت مخصوص. ما المقصود به في وقت مخصوص؟ أيام الحج. فلو جاء إنسان دخل في النسك في شهر رمضان، شهر الله الكريم، في أواخر شهر رمضان، يمكن تكون ليلة قدر، هل يقبل منه النسك؟ لا يقبل، إنما قد يقبل ماذا؟ عمرة، لا يدخل في الحج، لا يدخل في الحج. للقيام بأعمال مخصوصة مثل الرمي، فالرمي يكون في مكان لا يجوز أن ترمي في عرفة، ولا يجوز أن ترمي في مزدلفة، كل مكان له عمله. كيف علمنا ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة حج الرسول؟ مرة واحدة في بعد فتح مكة في أظن السنة 9 للهجرة، أمر أبا بكر الصديق في أن يحج مع الصحابة في السنة 9، وهو أذن بالناس أنه سيحج معهم في السنة 10، فلم يحج إلا مرة واحدة، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام. فعلمنا الحج فعلا وقال خذوا عني مناسككم. طيب، مر معنا فضل الحج أنه يكفر السيئات ويمحو الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من فعل عمرة السنة هذه وبلغه الله العام القادم فعل عمرة، ما بينهما مكفرة، وهذا التكفير من فضل الله وكرمه. كما سبق أن الله يعلم ضعفنا، ويعلم أننا نحب الشهوة، ويعلم أننا تحبون المال حبا جما، ونحب النساء ونحب الأبناء، وقد ننشغل عن الصلاة عن الذكر، لكن أعطانا من الطرق إن الحسنات يذهبن السيئات. مر معنا من شروط الحج الإسلام، فلا يقبل الله أي عبادة بلا إسلام، ثم العقل، ثم العقل، ثم بعد ذلك المواقيت المكانية كالوقوف بعرفة. من الشروط أنك لا تقف إلا في ذاك المكان، لا تبيت إلا في مزدلفة، يعني لو واحد جاء بس بجوار الحدود كنمرة ووقف فيها لا يعتبر حاجة، لا يعتبر حاجة. البلوغ، الحرية، الاستطاعة، وهناك تفصيل بين العلماء، لماذا؟ لأن هذا الركن الذي جعل الله فيه إيش؟ الوجوب على الاستطاعة. قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة واجب على الكل، الصيام واجب على الكل، لكن جاء فرضية الحج ومنه ركن من أركان الإسلام على الاستطاعة، وكل إنسان على حسب استطاعته. منهم من لا يستطيع بالمال، منهم لا يستطيع بالأوراق والجوازات في وقتنا الحاضر، ما يجي التأشيرة، منهم من لا يستطيع ملك الأزاد أو صحته لا تسمح أو سنه أو أي شيء. ومن النساء كما مر معنا التفصيل لا تجد محرم. وطبعا فيما مضى كانت المرأة في مأمن، أم الآن في مأمن في السفر؟ الآن في مأمن أكثر، حيث أنها تكون في وسائل عامة، في مراقبات، في كاميرات، في كطائرة، ما حد قد يتعرض لها إن لم تخرج ليلا مثلا أو لم تختلي بنفسها وهكذا. طيب، ويشترط الأداء بالنفس كما مر معنا، أي لا يجوز لك أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، والعمرة نفس الشيء. ثم بعد ذلك أخذنا وأطلنا في مسألة أنواع الحج، أنواع النسك، كم نوع؟ 3، التمتع والإفراد والقران، وبينا الفرق بينهما.
فالتمتع هو إيش؟ أن يجمع بين العمرة والحج لكن بفاصل، والقران أن يجعل أن يجمع بين العمرة والحج بلا فاصل، ويكون عليه إيش؟ هدي، والتمتع عليه هدي، والإفراد أن يحج فقط، يكون نسكه للحج، وبعد أن ينتهي ويفرغ من أعمال الحج يعتمر، ولا يكون عليه الدم، لا يكون عليه الدم. المفرد ما عليه دم، إذا أراد هو أن يتصدق هذا الصدقة، هذا فدية، سيمر معنا في فدية وفي هدي. طيب، مر أيضا معنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتها لكم في البداية من باب عدم التطويل، والشرح حديث جابر، هذا مهم لمن أراد أن يتعود مثلا على خطبة الجمعة، قد تكون هذه خطبة جمعة، أن يشرح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، فيفتح على بعض الكلمات النادرة، أنه نحن وضعنا تغير في كلمات، لو تأتي لواحد قبل 1000 سنة تقول أنا ألبس نظارة ما يعرف إيش يعني نظارة، إيش قصده، أو تركب سيارة أو ما يعرف. طيب، بعد ذلك مر معنا أيها الأحبة، طبعا الحديث كان طويل ولا أقصد في خطبة الجمعة الطول، وإنما لفائدة الناس، الناس مثل هذا الحديث تشرحه لهم يكفي، ناس قبل شهر الحج، أنت إمام مسجد أو عندك درس قبل شهر الحج أو في الحج، تشرح لهم مثل هذا الحديث لألا يقعوا في الخطأ، يكون عندهم من المعلومات. ثم بعد ذلك مرت معنا أيام الحج، نعم أيام الحج، فأيام الحج تبدأ من متى؟ يوم إيش؟ أول شوال، نعم هذا أشهر الحج، أشهر الحج، أنها تبدأ من أول شوال إلى متى؟ إلى 10 ذي الحجة، أي يجوز لمن صادف هذه الأيام أن يدخل في النسك. كيف يدخل في النسك؟ هذا الذي أنتم تعرفوه، أنه يحرم، والإحرام لا يلزم أن يكون باللبس، وإنما يلزم بالدخول في النسك، مثل الذي يكبر الله أكبر، مرت معنا في الصلاة، فالتكبيرة الإحرام لرفع اليدين ما له دخل في إيش؟ الدخول في الصلاة، لأنه إن لم يرفع يديه ما عليه شيء، لكن إن لم ينوي ولم يدخل في الصلاة ما قبلت صلاته، لم تقبل صلاته، وكذلك في الحج. أما أيام الحج من متى تبدأ؟ من يوم الثامن، الذي يسمى يوم إيش؟ لا يوم التروية. ماذا يفعل الحاج؟ يذهب إلى منى، ماذا يصلي فيها؟ حين نضبطها بالصلاة 5 فروض، يبدأ من متى؟ هذه السنن، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات، والعشاء والفجر والظهر كل 2، هل يجمع بينهما؟ لا يجمع، سبحان الله. وهذا الذي استدل فيه العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كانت للنسك وليست للسفر، إن كانت للسفر كان جمع وقصر، لكنه جعل للنسك. ماذا نستفيد للنسك؟ أي أن من دخل في النسك وإن كان مكيا فإنه يقصر الصلاة ما دام أنه حاج. طيب، اليوم الثاني، اليوم التاسع، يوم إيش هذا؟ ماذا يفعل الحاج؟ يذهب إلى عرفة، شو الآن حافظين ما شاء الله، ماذا يفعل في عرفة؟ يستمر بالدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أول شيء طلب أن تبنى له قبة أو خيمة، دخل في خيمته إلى أن جاء وقت الزوال، خيمته أين كانت؟ في عرفة، لكن لما جاء وقت الزوال خرج إلى وادي نمرة، فخطب بالناس وصلى بهم، لكن نبههم أن عرفة كلها موقف إلا هذا المكان الذي أنا فيه، بطن عرب، انتبهوا. ليش؟ نفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك شيئا من الدين إلا يبلغه، وهذه القاعدة التي تقال قاعدة جليلة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يفعل شيء والصحابة يرونه ولا ينبههم أن هذا الفعل لا يجوز، إذن يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، خلاص يفعلوا هذا الشيء أو على السنة. وستمر معنا أحكام كثيرة، وأنا أقول لكم وما زلت أكرر، أنا أتعامل مع طلبة علم، ما أتعامل مع مواعظ، يعني طلبة من إنسان يريد أن يحضر لموعظة، إلا لو أريدك كموعظة سأقول لك اتق الله، والحج بد لك أن تستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حجك مرة واحدة فاقتدي به. لكن لما تكون أنت طالب علم تأخذ ماذا؟ تأخذ الواجبات والمحرمات وتوزنها أنت، لأنك قد تنقلها بالفتوى لغيرك،
وقد يأتي إنسان في الحج بعد المبيت فيقول لك أنا غلطت أو نسيت أو ما انتبهت أو قلة دين ما اهتميت، كنت جيعان ورحت أكلت وراح علي اليوم والمبيت، هل علي مبيت؟ هنا ترجع لهذه الأحكام، هل هي واجبة؟ ليست واجبة، يعني مو فقط تقيس على نفسي. وبالجهة الأخرى كطالب علم لابد أن تعمل بماذا؟ بأفضل السنن. خاطب العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني أنت لما تتعلم سنة المفروض تكون أول الناس ورعا بالتمسك بها، واحمد الله أن الله بلغك هذه السنة. قد يكون غيرك ما يعرف، قد غيرك يفعلها وما يدري أنها سنة، فلا يأخذ أجر ولا ما يأخذ؟ لا يأخذ أجرا، لا يأخذ أجرا. يعني لو إنسان دائما يدخل المسجد برجله اليمنى دائما، لكن لم ينوي ولا يعلم أن هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعجبه التيامن في دخوله للمسجد، في لبسه، في ترجله، وهكذا، هل تنال السنة؟ لا. فكونك كطالب علم تتعلم السنة وتعرف أنها سنة وتحافظ عليها، ثق أنك على خير، ثق أنك على خير. أما أنك تتعلم السنة ثم درد باخي سنة ما فيها شيء، لا، ما هو هكذا، ليست أخلاق طالب العلم. ولذلك نبهتكم في كتاب الصلاة ونبهت نفسي قيام الليل، الصلاة في الليل ولو ركعة واحدة، طالب العلم لابد أن يحرص عليها. هي ما حكمها؟ سنة مستحبة، ما هي واجبة، ما هي واجبة، لكن طالب العلم أولى بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أوتروا يا أهل القرآن. ليش؟ لأنكم أهل الله وخاصة. إحنا نتنبه إذن، إن شاء الله تكون وصلتكم. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشريعة ما دام ما قال شيء في مقام الاحتمال، ممكن وممكن لا، ينزل التفصيل، كونه لم يقل حراما أو واجبا شيء في الشريعة، الأحكام الشرعية في مقام الاحتمال، هل هو واجب وغير واجب، ينزل منزلة العموم. إيش العموم؟ الجواز مثلا، إن كان في سياق التحريم فينزل على منزلة التحريم، إن كان منزلة للوجوب فينزل منزلة الوجوب، وهكذا. وكقاعدة أيها المشايخ، حاولوا ألا تحرصوا على الفتوى. كان الصحابة رضوان الله عليهم تساق الفتوى، يأتي يسأل الصحابي الأول ما حكم كذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستعجل في الفتوى، يقول اسألوا فلان، تنتقل الفتوى إليه، يقول اسألوا فلان، اسألوا فلان، إلى أن تصل إلى كبار الصحابة وعلمائها. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لكن مقام التعليم احرصوا عليه. إذا استطعت أن تعلم ولو آية بلغوا عني ولو آية. شوف الفرق يا شيخ، ثم إن شاء الله فاهمين ما أقصد. طيب ممكن تؤخر السؤال بعد؟ تفضل. الله يحفظك. طيب اليوم أيها الأحبة، عشان ما نأخذ وقت، مواقيت الحج، ما المقصود بمواقيت الحج؟ كما مر معنا هناك مواقيت زمانية أخذناها وفهمناها، أن أشهر الحج التي هي من بداية شهر شوال إلى العاشر من شهر ذي الحجة، هي هذه فترة الحج التي يقوم الحاج بالنسك فيها. لكن هناك مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مكانية، يعني تشمل مكان حيز. لماذا؟ حرمة لمكة، حرمة للنسك، حرمة للنسك. ولذلك الصحابة، وأظن إن شاء الله أوصلها لكم بعد فهم ما لمكة من فضل وما لمكة من عظيم خطب، كان بعض الصحابة إن أراد أن يؤدب أبناءه أو شيء يخرج الحل ويؤدبهم خشية أن يقع في الخطأ. وكثير من الصحابة قد خرج من مكة بسبتيش غلظ وعقوبة الذنب والمعصية فيها، والمعصية فيها بمئة ألف، مئة ألف، هذه خطيئة. يعني قد من دخل في تجارة فقلت له تجارتك هذه قد تخسرك بمئات الآلاف لن يدخل، لكن هي بالعكس أيضا غن يعني فائدة. ولذلك قاعدة شرعية أو قاعدة في الحياة، لكل غنم غرب، كل ما أنت ستكسب في حاجة ترى ستخسر في حاجة، يعني انتبه انتبه. ومثاله ماذا؟ طلب العلم، حضورك في هذا المجلس إما شاهد لك وإما شاهد عليك. طيب كيف أجعله شاهدا لي؟ بالإخلاص، وحتى وإن كان فيه حظ من الدنيا. كيف حظ من الدنيا؟ كمن يحضر يريد شهادة، أو يدرس في جامعة أو في مرحلة علمية أو دورة ويريد شهادة ليتوظف أو ليتكسب، ما فيها شيء. ولذلك يقول السلف ماذا؟ طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله.
لأن العلم مثل الصابون، مثل المنظف، متى ما استخدمته في يدك أو على جسدك سينظفك. ما المطلوب منك؟ شيء بسيط، الإخلاص. كيف الإخلاص؟ إنك ما تبتغي لوجه الله، لا تبتغي مدح أحد ولا شكر أحد ولا ذم أحد، لا يؤثر فيك، لا تهتم. والله يا أخي أنت ما شاء الله أسلوبك طيب، ما شاء الله طلابك كثير، طلابك قليل، أسلوبك في الكتابة، أسلوبك في النطق، استدلالك، أنت مقل في الاستدلال، أنت ما يهمني، طالما أني أنقل ما علمني الله وما جعله أمانة في رقبتي هذا الذي أنا مسؤول عنه. مواقيت الحج المكانية هي الأماكن التي عامة، نعم، حتى وإن كنت خارج مكة، لقول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد، يعني أنت الآن لو نويت السنة هذه تذهب إلى مكة أو بعد يومين أو بعد 3 أيام ونويت معصية، قلت لك في فلان اسمه عبد الله في مكة هذا أخذ فلوس، قلت والله يا أخي أنا أروح أكسر لك رأسه أو أروح أظلمه أو أروح أقفله محله أو أروح أبطش فيه أو أؤذيه، أو نويت بامرأة تزوجتها ونويت أنت تؤذيها في الخصومة، لأنه من علامات المنافق ماذا؟ إذا خاصم فجر. كيف خاصم فجر؟ المفروض المسلم إن وقعت بينه وبين أخيه خصومة ماذا يفعل؟ خاص يتنازل، يستسلم. هذا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى ما ظلمت افرح، احمد الله أنك ظلمت، إن الله سينصرك. الذي جاء أمام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أبي بكر، وجاء رجل يشتم ويتكلم على أبي بكر شتومة شديدة، وما كان أبو بكر إلا ساكت استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يتبسم، فكأن الرجل عيره بأمه، تكلم كده، دخل في الأعراض ودخل في الأم، فزعل أبو بكر فرد عليه، وهو يرد عليه ما انتبه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد شوية نظر في الرسول فإذا به مغضب، غضبان، زعلان، فقال يا رسول الله أنت ما سمعته؟ ما سمعت إيش كان يقول؟ ما تأذن لي يعني هذا الكلام كله الذي قال لي؟ شوف أنت لو نظرت في هذه السيرة أو هذا التصرف، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال وأخبره إن الله وكل لك من الملائكة من يدافعون عنك. أنت ما تعلم، ما تدري، أنت جالس فقط، هذه جنود من الله. أول ما بدأت تتكلم أذن الله لهم بالانصراف. فالإنسان يحاول أن يجعل عمله خالصا لوجه الله. طيب، وفي مكة بالذات، في مكة بالذات. طيب، والنية فيها، لو نويت أنت الآن، ما رأيكم ننوي كلنا للحج السنة هذه؟ هي ننوي، ليش لا؟ بل العكس، كل سنة ننوي إن شاء الله، ما دام الله أعطانا الحياة نعتمر ونحج إن شاء الله، ننوي 10 حجات وعشر عمرات وحجة واحدة. ينفع تحج مرتين في سنة واحدة؟ طيب، اللي في الزوم 5، نعم ينفع، ولكن لما حدثت مشايخي بهذا الشيء قالوا لا تكلم أحدا، لكن أنتم كطلبة علم نعم. كيف؟ لا، عنك عن غيرك أو عن نفسك، كيف؟ لا، أنتم طلبة علم لازم تعرف أين الحج؟ عرفة. وقوفك إلى متى؟ لا تحدث أحدا إلا طلبة علم تثقوا في علمهم، لأن هذه قد تسبب فتنة. وقوفك إلى متى؟ إلى المغرب. بعد ذلك أين ستذهب؟ إلى مزدلفة، تمر عليها، يجوز أن تمر مرورا، تذهب إلى ماذا؟ إلى مكة. إن فعلت 3 كما مر معنا، اللي هو الحلق والطواف والسعي، تحللت التحلل والرمي، تحللت إيش؟ تحلل الكامل، خلاص ما أنت حاج. فلو رجعت قبل الفجر إلى عرفة، رجعت إلى عرفة، كب دباب ولا رحت مشي ولا شيء، كل المسافة 15 كيلو، بس دبابة في وسائل المترو، ساعة وانت هناك، ورجعت إلى عرفة مسموح الدباب يدخل، ودخلت إلى عرفة، هذه حج آخر. من أين ستحرم؟ هذا الذي يهمني. من مكة، لأنك مكي، أخذت الآن أحكام ماذا؟ أحكام المكي، فهذا حج ثاني، ولكن سيلزمك ماذا؟ دخول، ما هو ذبح، ما عندك ذبح، سيلزمك الرجوع إلى مزدلفة، لأنه هذا النسك الثاني، لازم تعمل طريقة ثانية. وأكرر عليكم لا تحدثوا بها إلا من يعني متعلم، لأنه قاعدة يجوز، لكن هل فعل الرسول؟ طبعا لا. هل أمر بها؟ لا. هل فعل الصحابة؟ لا. لكن وجدت بعض المذاهب تكلموا فيها، أين؟ في مسألة من جامع وهو حاج فحجه فسد فيلزموه بالحج قضاءً،
مرة أخرى، فكانوا يكتبوا يلزمه القضاء قضاء الحج من عامه القادم. طيب ثم بعد ذلك بين، طيب إذا استطاع أن يحج السنة هذه، فقالوا ما في مشكلة، ما دام ما في مشكلة لأنه سينقطع خلاص حجه فسد، فيلزمه الرجوع مرة أخرى. لا خلي هذا من جامعة، بس أنا أعطيك كيف جاءت، أين جاءت. طيب أو المعتمر أن يحرم ويدخل في النسك منها أو من محاذاتها، أو من محاذاتها يعني مقارب لها أو باتجاهها. أما من تجاوزه، انتبه هذه كثير ناس تسأل فيها في الفتوى أنه فيها تفصيل، أما من تجاوزها فإنه يلزم الرجوع إليها. من تجاوز الميقات ولم يدخل في النسك، مش ما لبس الإحرام، مش لم يقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية كما مرت معنا سنن أو ما هي واجبات، لكن كونه لم يدخل في النسك، كيف ما دخل في النسك؟ تصور إنسان جاي من مصر ركب الطائرة وهو ناوي، يعني أصلا حجز والتذكرة ودخل في مؤسسة الحج وهو ناوي الحج، لكن طالب علم ابتلاه الله بالعلم أنا وقال لا أنا أريد أن أقتدي بالسنة وأريد أن أحرم في الميقات، نام في الطائرة كل الرحلة ساعتين مثلا، نام ومشى عن الميقات ونادوا أنتم في محاذاة الميقات، من أراد الحج فلا يعني يحرم أو كذا، ما لهم دخل كيف تحرم على أي مذهب. وصل إلى جدة ووصل إلى مطار الطائف، ماذا عليه؟ يلزمه الرجوع للميقات. هنا العلماء اختلفوا، هل يرجع إلى أي ميقات آخر؟ مثال لو قال أريد أن أرجع إلى المدينة وخلاص أنا أحرم من المدينة، من ميقات المدينة، أو أنا ماذا ما دام نزلت في الطائف في ميقات بعد الطائف مثال، ومنهم لا ما يدخل إلى التنعيم هذا لمكة. ومن العلماء من قالوا لا لابد أن ترجع إلى ميقات بلدك لأنك أنت تجاوزته، فكونك تجاوزته دبر رأسك. طيب مثال ثاني وهو ما يشكل عليكم لكن للتوضيح، لو طلع إنسان عامي يعني ما درس لا فقه حج ودرس فقه حج عامي ما هو متمكن من العلوم الشرعية، حجز وركب، سألناه فين رايح يا شيخ؟ قال والله أنا شرت تاكسي وراكب هم على مطار القاهرة، ما شاء الله فين رايح؟ قال والله رايح حج، صعد على الطائرة وركب ومشي عند الميقات على الحجاج من أراد أن الآن الميقات وكذا، ما دخل في النسك، ما يعرف، ما جاء في باله، أو نام. مثال نفس المثال إيش السابق، وصل إلى الطائف قابلته أنا ما شاء الله عندي دم وأبا مشيها، تقول أنت لما أحرمت؟ قال لا ما دخلت في النسك، هل أوجب عليه الدم؟ لا. شوف الفرق، ليش؟ لأن مجيئك وركوبك والآن استعدادك هذا كله نية لك. إذن هناك فرق بين الإمام في الصلاة وبين المأموم، أنت قد تأتي الله أكبر هاي صليت، أنت قلت والله أنا نويت الفجر، أنا أصلا جاي ما نويت الصلاة الفجر الآن لما كبرت، لكن أصلا جاي من البيت وتوضأت ولبست عشان رايح أصلي، لكن الإمام لا، الإمام ضامن. إيش نويت يا شيخ؟ قال والله نويت صلاة الفجر، نويت صلاة الفجر أنا أكون إماما وأصلي الفجر، بغض النظر إمام أو لست إمام ما هو شرط، لكن نويت صلاة الفجر. لكن إن لم ينوي صلاة الفجر قال والله ما أدري يا أخي، قمت صحوني فعلت وتوضيت ما أدري صلاة الظهر ولا الفجر، بس ما جاء على بال يعني، ما جاء، فاهمين المثال، ما جاء على بال. هنا لا ألزمه، ولذلك الإمام لابد أن يكون أعلمكم بكتاب الله. فهمتوا يا مشايخ الفرق وكيف طريقة الفتوى والإجابة على الناس؟ إذا تختلف. طيب طيب انت خلوا طيب ومن تجاوزها اي تجاوز هذه المواقيت فانه يلزمه الرجوع اليه. طيب ان رجع عليه ما عليه، يعني وصل المكان فقلت له انت ما احرمت؟ قال نعم ما احرمت. قلت له يا اخي ارجع الميقات. قال طيب رجع للميقات ما عليه شيء، لا دم ولا عليه شيء، ما عليه دم. ومن تجاوز يلزمه الرجوع إليها أو عليه دم لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام. لو قال ما أستطيع أرجع، ما برجع، فنقول عليك دم. ليش؟ لأنك تركت واجب. لكن إن لم يدخل في النسك فهذا ركن من أركان الحج، ما يحج. تقول له لا أنت الآن ما أنت يعني إيش يعني، أما الإحرام أي الدخول في يعني في النسك لم ينوي، ما نوى
فاهمين يا مشايخ، ترى هذه مسألة دقيقة، دخول في النسك مش الحج. الحج هو الإحرام ركن من أركان الحج اللي هو إرادة الحج. يعني لو أخذنا إنسان تقول تعال يا شيخ الشغال، قلت والله أنا طبيب، تقول تعال مستشفى في عرفة محتاجين إيش طبيب، وجيت من مصر وحجزت وجيت ووقفت في عرفة، هل تسمى حاجا؟ لا، حتى وإن تنقلت أخذوك ودوك مزدلفة ودوك ميناء وكنت جنب جسر الجمرات، يعني سعيد تستطيع ترمي، ما تسمى حاجة لأنك ما أحرمت، ما نويت، ما دخلت في النسك. طيب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت، أي أخبرنا وجعلها علامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام لمناطق الشمال الجزيرة أو شمال الحجاز الجحفة، ولأهل نجد اللي هم من ناحية العراق أو من ناحية المنطقة الوسطى أو كذا الرياض وما قرن المنازل، ولأهل اليمن اللي هم الجنوب، سبحان الله اختصت باليمن لأنه ما في دولة أخرى، سبحان الله هذه من ميز اليمن، لعل الله كاتب لها في قيام الساعة أمور، يلملم منطقة قبل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم فهن لهن، يعني هذه المواقيت لهؤلاء الناس الذين قسمتهم، ولمن أتى عليهن، أي واحد مارر عليهم من غير أهلهن، ما يلزم أنك إن لم تكن من مصر ما تحرم من ميقات اليمن يلملم، ما يلزم، يعني كأن النبي عليه السلام يبين أن من لم يحرم يحرم. أشكل على بعض الفتاوى الجديدة أن يقول هذه لأنك لم تدخل في النسك، أما الذي قدم وتجاوز الميقات ولم يدخل في النسك فهذا من باب الإلزام أنك ترجعه إليش؟ إلى ميقاته، لكن من باب التخفيف، هذه ترجع إلى التخفيف على الناس، أنت ترى حالته مسكين ما يعرف شيء ويادوب جاء وصل الطائف واللي شيء يقول له يحرم من فين؟ من الطائف، أو توجب عليه الدم إن لم يستطع، إن جاء إلى جدة ويستطيع الذهاب إلى المدينة يعني خليه يذهب إلى المدينة إن كان باستطاعته، وعنده عودته من المدينة يحرم من إيه؟ ميقات المدينة. مستوعبين يا مشايخ؟ إذن تختلف الفتوى، يختلف الحكم باختلاف السائل، وهذا الذي يسمى فيه فقه إيش؟ فقه الفتوى. ممن أراد الحج والعمرة، هنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون الدخول في النسك. فمن كان دونهن، أي قبلهن، إنه الآن عندنا مكة عندنا ميقات، فما كان من بعد الميقات لا يجوز له الوصول إلى مكة إلا الدخول في النسك في الميقات. طيب ما كان بين الميقات ومكة، وفي مسافة بين الميقات ومكة، مثل ماذا الآن؟ مثل جدة اللي يعرف المناطق هناك، المناطق اللي حدود مكة لكن قبل المدينة، مثلا لو اتجهنا شمالا في مئات المناطق، أسفان، ذهبان، مناطق كثيرة، جدة ومخطط مدري إيه، أمور كثيرة، هؤلاء ثول من أين يعتمروا أو يحجوا؟ من بيتهم، لا يلزمهم الرجوع. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمن أهله، يعني من نفس المكان الذي هو فيه. انتبه هنا، لا يجوز له الخروج والبعد عن بيتي دون إيش؟ الدخول في النسك، بخلاف المكي الآن سيأتينا، أن المكي دون الميقات صح؟ المكي الذي في مكة أليس دون الميقات؟ لكن يجوز له الخروج حتى إلى عرفة ثم يحرم في عرفة، بخلاف إيش؟ الذي يكون الميقات الذي يسمى الأول يسمى الآفاق، الآفاق اللي هو بعد الميقات، مصر، الشام، اليمن، السودان، هذه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. ما بين الميقات وبين مكة يسمى الميقات، فهذا يحرم من أين؟ من مكانه، من مكان الذي جاء فيه بالعمرة، مو لازم يرجع إلى بيته. مثال، جيت الزيارة لشخص في جدة ونويت عمرة، تحرم من جدة، مو نيتك. كانت من الأسئلة، يعني مثلا يكون عنده عقد عمل، يقول لك أنا عندي عقد عمل في مكة أو في جدة، طب أنت مجيئك ليس للعمرة، مجيئك للعمل، كونك بعد ذلك استغليت وقتك هذه وذهبت إلى العمرة، خلاص تأخذ أحكام المكان الذي أنت فيه. قال لا أريد أن أحرم من مكان، يحرم من مكان، لأن كل مكان ستمشي وأنت محرم يشهد لك ليس كمن مشى فيه وهو غير محرم، يعني في فرق. لا لا لا، ما فيها شرط. النية أين جئت بها؟ جئت بها في مكة، إنسان جاب حطب
أنا أتذكر واحد سواق جاب موية ودخل مكة ونزل الموية جابها من تركيا، فبعد ذلك ما عنده شيء، ما يبي يرجع، لأنه قلنا له لا ما ترجع لما نشوف الموية ما بقي منها ترجعها. فقال طيب إذا هو سيجلس في مكة طيلة إيش؟ طيلة الحج. فجاءت الحج في بالي هو فين؟ في مكة، فأحرم أصلا هو كذا كذا حيدخل التريلا والبرادة الكبيرة إلى عرفة فحج. فإذا يأخذ متى ما أنشأت النية، متى ما رغبت النية الرغبة في أردت الحج لابد أن تدخل في النسك وتلبس الإحرام وتنوي. إنسان يريد أن يحج، أنا أجيب لك مثال آخر، إنسان يريد أن يحج خلاص السنة هذه يريد أن يحج، متى تبى تروح تحج؟ قال والله يا أخي أنا حاجز يوم واحد في الحجة على خطوط كذا كذا وحروح أدخل في النسك مع حملة أبو بكر. فإذ بالرجل هذا أصلا دائما يذهب ويأتي يوم رمضان في شهر رمضان راح عمره، فتغير العقد ومنه حاجز مع حملة أبو بكر، تغير العقد. فقلنا لو يا شيخ أنت خلاص يعني العقد انتهى مو شرط، تبى تجلس حنزدد لك عقد خلال الأربع أشهر هذه تكون بوظيفة مثلا أو براتب. فقال طيب أنا حاج، فمن أين يحرم؟ من نفس مكاني. ليش؟ لأنه متى أنشأ فكرة الحج، نية الحج؟ من اللي هو يوم متى؟ يوم واحد شوال. إذا جاء يوم واحد شوال وهو ما زال في مكة يعني أول أيام الشهر خلاص يحرم من مكة. طيب إذا جاء يوم واحد شوال وأحرم من مكة بعدين غيروا له العقد، قالوا خلاص لا معليش لما أرجع الدمام. هذا شوف إذا هناك ترتيبات للأحرام للنسك ستأتينا اللي هو دم الإحصار أو المنع، من منعك من الحج. إذا الفائدة والهدف الدخول في النسك مكانا وزمانا، هذا هو. طيب وكذلك فكذلك، إيش يعني وكذلك؟ يعني كل المناطق. وكأنه يقول وكذلك يعني سواء من كان من شرقها من غربها من شمالها وجنوبها، حتى يعني أن أهل مكة يهلون منها أي يحرمون من مكة. ما الفرق بين المكي والميقاتي؟ أن الميقاتي لا يتجاوز بيته بدون إيش؟ الدخول في النسك الإحرام. أما المكي فإن له أن يخرج ويحرم من أدنى الحل إن كان عمرة، هو أنا كله مشروح، لكن إن كان عمرة يخرج من أدنى الحل سواء من شرق مكة من غربها من شمالها من جنوبها خارج الحدود التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الذي يعرف مكة التنعيم أقرب مكان، منى أيضا كذلك مثلا منطقة قبل عرفة، يعني تخرج من مكة ثم تدخل الحل، لكن يوجد على يسارك عرفة، وتعتبر عرفة ماذا؟ من المشاعر، مشاعر المقدسة مو من الحرم. المشاعر إما أن تكون من الحرم كمينة، وإما أن تكون خارج الحرم كعرفة، ومنها ما يكون نصف نصف داخل نصفها أو جزء منها في مكة ونصف آخر كمزدلفة. في صحيح مسلم فمواقيت، الآن نأخذ بالتفصيل، فمواقيت الحج والعمرة المكانية، أولا الآفاقي. من هو الآفاقي؟ من بعد الميقات، من بعد الميقات كبلاد اليمن والشام. فميقات أهل المدينة ومن يمر عليها ذا الحليف يسمى تقريبا الآن آبار علي، بغض النظر عن لماذا اسمه علي، هل هو علي بن أبي طالب، هل رجل اسمه علي وتصدق بآبار أو قفها، المهم المنطقة اسمه آبار علي ما يهمنا. وهو موضع بينه وبين مكة، وهو أبعد مكان بين مكة والميقات. آبار أبيار الأسماء يعني لا تعلل، ما عندك اسمك عمر عمرو طيب 450 كيلو متر، وهي قريبة من المدينة. طيب الثاني ميقات أهل الشام ومصر ومن في طريقهم الجحفة التي تسمى الآن مثلا الرابغ، وهي موضع بينه وبين مكة 167 كيلو، وهي لأهل مصر وقيل سميت الجحفة لأن السيل أجحفها في وقت أي ذهب بأهلها ويقال لها مهيعة. ثالث ميقات أهل العراق ومن في طريقهم ذات عرق، وهي موضع بينه وبين مكة تقريبا 94 كيلو. ميقات أهل نجد ومن في طريقهم قرن المنازل وهو السيل الذي يسمى الآن السيل الكبير، هو موضع بينه وبين مكة 94 كيلو، وهي أقرب المواقيت إلى مكة. ميقات أهل اليمن ومن في طريقهم يلملم،
وهو موضع بينه وبين مكة 54 كيلو، وهو جبل من جبال تهامة. طيب طيب تقريبا هذه الصورة قد توضح لكم. فالعلامة الحمراء هي الحرم، هي مكة. أنا لا أتكلم عن حدود الحرم لأنه ممكن ندخل في نفس الخريطة، الآن أريكم. خلونا في المواقيت أولا. إذن عندنا المدينة المنورة، شايفينها؟ يا إذن عندنا المدينة المنورة، هذه ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة. الأسماء الآن في الخرائط قد تعتبر مساجد، قد تعتبر مراكز إسلامية، مراكز دعوية، مراكز توعية إسلامية، لا يضرك. المهم المكان، الوادي، المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ذي الحليفة، ولذلك هي أبعد الأماكن. بالنسبة لهذا ميقات الجحفة، ولذلك الآن بالنسبة لجدة تقريبا هنا، هذه هي. فلذلك يقول أهل جدة أيضا من المحاداة. بس إيش المشكلة؟ المطار ما يكون هنا على المحاذاة، قد يكون المطار هنا، أي فيكون دخلت، فلذلك يقول لك إيش تحرم في الطائرة. ميقات ذات عرق، ميقات قرن المنازل، ميقات وادي محرم اللي هو القديم أو وادي محرم، وميقات يلملم. طيب هذه الخريطة من الله علي بها أنها مربوطة في جوجل، الآن لو دخلنا تأتيكم. ما ميزتها؟ ميزتها أنها تتجدد. وين راحت؟ بسم الله. الآن أعطيكم إياها، أعطيكم الميزات الحلوة اللي فيها. إنه سبحان الله اللي كتبتها، شايفينها اللي على اليمين؟ هو ما جاء. أي اللي على اليمين موجود المواقيت، يعني مكتوبة، مكتوبة بالكيلومترات. طبعا ما يزيد سبحان الله عن 10، وخليت كل واحد ذهاب وإياب، ذهاب وإياب. طيب لو جينا الآن نوسع، شوف تتوسع وتبين لك المناطق. فالآن هنا لو جينا هنا، هذه مدينة الطائف، شوفوا كيف. إذن هي تعتبر آفاقي ولا ميقاتي؟ آفاقي، لأنه بعد إيش؟ بعد الميقات. فمن كان في الطائف وفي مطار الطائف، أنا ما يحضرني الآن فين المطار بالذات، إنه في مطار الداخلي ومطار دولي، الحوية ما أدري شو اسمه أظنها هنا. المهم الآن هذه تبين لك الخريطة، كل المناطق، كل المواقع. كذلك هنا شوف المركز التعليمي للدعوة والإرشاد بيلملم. لو تلاحظوا سبحان الله أن منطقة يلملم ما فيها شيء، لما قربت استعجبت هنا وجدت فيها فقط مدرسة، قد يكون فيها لأهل البادية، ومدرسة أخرى للبنين والبنات، ومطعم حضرموت إذا أحد يروح، وهنا مركز صحي. إذن هي ككأنها قرية، ما فيها أناس كثير، ولذلك ما يمر عليها إلا ميقات أهل اليمن، أو مو فقط اليمن، حتى من كان في جنوب الجزيرة. هنا في مناطق كثيرة عندك، المناطق هذه التي هنا كلها، بل جرشي، بني كبير، كلها قبائل، هذه وبلدان ومدن. كل من أراد أن يحج من هذه الطرق لابد أن يمر على يلملم. اتفقنا؟ ما اتفقنا؟ عرب. طيب أهل جدة هذا هم، شو يبين لك المسافة. طيب الآن أريد أن أنبهك لشيء. الخريطة هذه لا تبين حدود إيش؟ الحرم، فهي ما هي شرعية. في مواقع أخرى تخدم حدود الحرم، بس أنا ما أستفيد من حدود الحرم إلا متى؟ في مسألة الدخول، إني ما أدخل مكة بالنسبة لي الميقات إلا وأنا محرم. طيب لو فرضنا، لو فرضنا أن هذا الدائري، هذا مثلا لو بدأنا من جعرانة، شوفوا هذه منطقة جعرانة تعتبر خارج الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر منها. لو فرضنا هذه الدائرة هي حدود الحرم، فلا يجوز دخولها إلا بإحرام، لا يجوز دخولها إلا بإحرام. أيضا هناك أحكام سنأخذها في هذه الدائرة. تقريبا لو أتيت لكم بخريطة أخرى، ما أدري الآن هنا، مثلا لو قلنا حدود مكة الشرعية، وقد تأتيك في الخرائط كثيرة جدا. مثلا طبعا الشيعة ما شاء الله مجتهدين في هذه الأمور ويهتموا فيها، والأهل السنة ما هم مهتمين. ليش هذا؟ يعني مهتمين في مواقع كثيرة وجدتها تخدم
مسألة الحدود والتحديد ما هي بالخريطة، بطلت تبت إلى الله. على العموم الذي تفيدنا، التي تفيدنا، طيب ما مثاله؟ أنا أعطيكم المثال الثاني والأخير. هذا الرابط جعلته لكم في بعدين إن شاء الله تجدوه. له دكتور في الجامعة، كأنه أخذ ماجستير أو دكتوراه أو خدم هذه الأمور. أي نعم هذا هو، أنتم ما تشوفوا الآن، حتشوفون. جاكم صح؟ ما جاء؟ ليش؟ صفوا نيتكم يا مشايخ. أوكي، هذا دليل الحاج والمعتمر، هذه هو. فدليل الحاج والمعتمر كأنه خدمت مسألة إيش؟ الرسومات. فلو تتذكروا مرة أخذنا مثلا مخطط للمسجد الحرام، مخطط للمشاعر المقدسة، متذكرين مرة الشيخ أيمن ساعدنا فيها، أنك تعرف يعني كيف منطقة المشاعر اللي هو مكة، بعدها ميناء ملاصقة، ثم مزدلفة، ثم البعيد عرفة. طيب وهنا شوفوا لو تلاحظوا المشكلة، لاحظة هذا لا يكبر ولا يكبر، أوه عشان كده أنتم ما تشوفوها. أوكي طيب، تأخذ وقت حتى تأتي. المهم مخطط مشاعر الحرم موجودة، أو هذه هي عندك الآن مكة، هذا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يمشي الحاج إلى غار حراء اللي هي نزل فيه القرآن، منى شايفينه، ومسجد الخيف، يمر يأتي بمزدلفة. إيش الزراق هذا؟ ما يجي واحد يقول لي في بحر أو نهر، هذا الوادي، الوادي الذي يأتي. ولذلك لما جاء الغيث الكثير في مكة، يعني جاء السيل في ذاك المكان. طيب نرجع إلى الخريطة. طيب يا مشايخ، إذن عرفنا أو ضبطنا هذه المواقيت للآفاقي، للآفاقي. طيب نرجع، النوع الثاني يا مشايخ بعد الآفاقي هو الميقاتي. من هو الميقاتي؟ من يذكرني؟ هو ما بين إيش وإيش؟ بين الميقات ومكة، بين الميقات ومكة. فالميقات من كان منزله أو مسكنه بين الميقات ومكة كأهل جدة، فيحرم من بيته للحج والعمرة. النوع الثالث المكي، وهو من كان داخل إيش؟ الحرم، داخل حدود الحرم. كيف أعرفها؟ مؤقتة ومعروفة، لو بحثت عنها الحدود الشرعية موجودة ومخدومة. والآونة الأخيرة أصبحوا يعني جددة، مو هم اللي بنوها، موجودة من زمان ولكن جددت، اللي هي العلامات. علامات تعرفوها؟ لا نأخذها، اللي ما يعرفها يصير نأخذها. علامات دخول مكة، لما ما تباها تجيك. علامات حدود الحرم. طيب ولا تزعل، هذه هي، هذه المحدثة. طبعا فيما مضى كانت مثل القبة، هذه هي، هذه أظن في الدولة الثانية القديمة، ثم بعد هذه تقريبا حتى اللي حج كانت هذه العلامات، شوفوها هذه كانت بداية هذه ثم طورت. طبعا ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ هذه دخول الحرم، التي قبلها دخول المشاعر المقدسة اللي عرفة مثلا، تجدها دائما. بالنسبة للمزدلفة اللوحات كبيرة، هذه بداية الحرم أيضا المجددة، لكن المزدلفة وعرفة تجدها بطريقة أخرى، تجدها بطريقة أخرى. ماذا أستفيد؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية تترتب على دخولك للنسك أو خروجك. ولا أظن واحد بعد مثل هذا الدرس أن يشكك في الدين، أن يأتي واحد يشكك في الدين. يعني أنت بالعقل، الرسول صلى الله عليه وسلم ضبط لنا كل شيء، شريعة واضحة في الزمان والمكان، مفصلة تفصيل دقيق. تيجي تشكك في الدين، أن الله غير موجود ولا له شريك ولا الأمة ستضيع. والأمة إن وجدتها في حالة ضعف، الآن الأمة في حالة ضعف أم في حال قوة؟ في حال ضعف. لماذا؟ كلهم علامة الساعة. بدأ الإسلام غريبا
وسيعود غريبا كما بدأ. والأمة الإسلامية، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهران الصحابة يضرب ويشق رأسه وتكسر رباعيته، ألا يستطيع الله نصرته؟ لا نضحك على بعض، يستطيع أن يرفع يديه بين يدي الله أن أمة محمد كلها تكون مسلمة أو مؤمنة أو موحدة، فيستجيب الله، الله قادر على كل شيء. لكن هذه سنة الله، الابتلاء. وكما أخذنا أننا لسنا ملائكة، فمتى ما وجدت في ضعف للأمة افرح. ولو تلاحظ في السيرة في بداية الأمر، من كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الضعفاء أم الأقوياء؟ ليش؟ عشان يخرج المنافقين. لذلك الآن في الزمن هذا، من ثبت ومن صبر ومن استعان بالله في الفتن، هذا توفيق من الله له. الكتاب، لا ما جاء الكتاب، نرجع للكتاب. طيب، المكي من كان داخل حدود الحرم فعنده طريقتين. الطريقة الأولى، يحرم أهل مكة للحج من أين؟ من بيته، لأنه سيخرج للعرفة مثلا. الحاج لازم يقف فين؟ في عرفة. وعرفة كما مرت معنا إيش؟ خارج حدود الحرم، اتفقنا؟ لخبطت ولا؟ طيب، النوع الثاني، احتمال أنه يحرم لماذا؟ للعمرة ليس للحج. طيب من أين يحرم؟ من أدنى الحل. أدنى يعني أقرب الحل، أي أنت في الحرم داخل مكة فتخرج إلى أدنى الحل. ما أدناه مثل منطقة التنعيم وعرفة والشميسي، كل على حسب منطقة. وهذه من بيته. لماذا؟ أن المكي أخذنا له حكم، ومن والميقات له حكم. طيب هذا الذي جاء من جدة، تفتح لنا مسائل، الذي جاء من جدة لو لم يحرم من جدة وخرج وهو ماشي حرم أحرم من الطريق، يجوز؟ يجوز. لكن إن جاوز الميقات، اللي هو إيش هو الميقات؟ لا عنده ميقات. نعم، يجاوز ميقات الحرم، دخل في الحرم، سنلزمه بإيش؟ إما الرجوع أو إما عليه دم. كمل، تقولوا تبى تكمل كم؟ الرجوع إلى، ليس إلى جدة، إلى، لا لا، إلى خط، يعني مثلا هو ماشي في الخط وشاف الأقواس هذه اللي هي دخول مكة، يقول له اطلع الكبري وارجع، اخرج برا بعد حدود الحرم، احرم وارجع، يعني حيخسر يمكن 10 كيلو رايح 10 كيلو جاي. الخلاف يأتي، الخلاف يأتي من قلة فقه الناس، يدخلوا على مذهب واحد أو على فتوى واحدة ويظن أن الفتوى عامة للجميع، أن من تجاوز الميقات حكمه كذا وكذا. ثق تماما، أنا درست طلاب كثير يأخذوا حكم واحد، يعني من باب المراجعة. لكن يقع فين الإشكالية؟ أنت تظن الذي سيستفتيك هو فقيه، هو سيدخل لك شعبان في رمضان، يا شيخ أنا شفت رؤيا أني أحج، ولما جيت أحج قابلت أبو علي وديت له 5000 ونصب علي ورجعت لمحمد. فين القضية؟ بالك تسمع له حتى تشوف فين نوى وفين بدأ وفين جاء، هذا هو الفرق. لكن من تجرى على الفتوى يفتي يفت عليك دم عليك دم عليك دم، لأنه ورطه. لا يجوز. أحسنت، شوف هذا السؤال، إذا كنت أنت الآن كفق لا يجوز. يعني لو جاني الآن واحد في جدة يقول أنا ما أضمن يدخلوني أم لا يدخلوني، ما عندي تصريح، فنقول له لا حج إلا بتصريح نظاما وقانونا. لكن إن قال جاي بشرعي فنقول يقبلها الله منه، ما لا علاقة مسألة وجود التصريح بالقبول أو عدم القبول. طيب، قال أريد أن أدخل في النسك وأدخل إلى مكة، فنقول له اشترط، الرسول علمنا في حال أنك أنت يعني شاكك أنك قد تحبس أو تمنع فاشترط لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس أي إن منعني مانع فمحلي حيث حبستني فقط، صح؟ أي نعم، انتبه هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن قولك فمحلي حيث حبستني هذا اشتراط على الله. كيف اشتراط على الله؟ يعني لو خفت أو منعت انتقضت عمرتك، انتقض خاص، خرجت من العمرة. انتبه لكلامك، اللهم فمحلي حيث حبستني، يعني إذا وصلت عند النقطة أو أوراقك هويتك أو شيعك عندك تصريح ما عندك لا ارجع، كلمة ارجع ألف راء جيم عين، أنت انتقضت عمرتك.
انتقضت عمرتك خلاص، انت اشترطت على نفسك هذا الشيء، طيب ماذا افعل؟ فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني باذني، باذني بقراري، فتجعل القرار لك. هذه تاخذها حتى في مسائل الطلاق، لما ياتي الرجل للمراه فيقول طلاقك بيدي باذني متى ما رغبت او متى ما رضيت. هو صح جعل الطلاق بيدي، يجوز الطلاق بيد المراه، يجوز انه هو تنازل عن حقي وبحقي. ميم. طيب محظورات الاحرام مرورا كذا. الحل يحتبس هذا، فين فمحلي حيث حبستني بين، قد يعني النسك قد يلبس المخيط اللي هو الثوب مثلا، هذا في حال كمثال ثاني فيما ندخل فيه، كمثال آخر إنسان ما يعرف صحته تنفع ولا ما تنفع، وسيقدم إلى مكة أو إلى يشوف إذا والله استطاع أو نسبة السكر أو الضغط أو استطاع للحج سيحج، فنقول له ما تدخل مكة وما تمشي في النسك إلا وأنت في النسك، أما مو تخرج من النسك، يعني كأنك ماني حاج، أنت تعلم أنك حاج وما تدخل في النسك وستحرم من مكة، إن حرمت من مكة عليك دم، ستلزمه بالدم، الدم في أيام الحج سيأتي أين مكانه وزمانه كله في تفصيل، دم الإحصار، دم الفدية. بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تفعل شيئا قبل أن تكفر، والعكس، بعض العلماء يعني لو جاء شخص ويعلم أنه سيقع في المعصية هذه أو في الكفارة فيقول أنا أدفع الكفارة من الآن، فلا يجوز إلا بعد الوقوع، هذا معروف. طيب محظورات الإحرام، أي ما هي الأشياء الممنوعة على المحرم من حاج أو معتمر أن يفعلها؟ فالمحظورات جمع محظور، نمر عليها سريعا لأن الوقت، وهو الممنوع وهو من مرادف من مرادفات الحرام، يعني محظور ما مر معنا في الأحكام الشرعية، مثلا المندوب ما مرادفه مستحب، ما مرادفه سنة، طب المباح ما مرادفه جائز يجوز، الواجب ما مرادفه فرض، كتب عليكم مأمور به، المكروه لا مكروه، غير مرغوب، غير مندوب، غير مستحب، لا مو بس غير مستحب، آسف المكروه لا خلوه مكروه الآن، المحرم لا ما تقول غير جائز، هو جائز لكن أين المحرم، غير مرغوب، مطرود من رحمة الله أو ما فيه عقوبة، ما فيه عقوبة فهو المحرم. طيب أما أو محظور، محرم ومحظور، هو الممنوع الذي يجب على المحرم اجتنابه. من هو المحرم؟ اللي هو داخل في النسك، ليه سمينا محرم؟ لأنه ما كان حلالا سيحرمه بالدخول في النسك، مثاله في ماذا؟ في الصائم، إن دخل في نسك الصيام في شعائر الصيام فسيحرم على نفسه الآكل والشرب ودخول الجوف، صح ولا لا؟ طيب ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، يعني نحن نتكلم في ترتيب كفارة وفي ترتيب إثم يؤاخذ عليه، فمن فعلها ناسيا جاهلا فهو لا إثم عليه ولا فدية، ما في ترتيب فدية، إلا من حلق شعرا أو قلم أظافرا أو رفث، أي دخل في الجماع والمباشرة فيما دون الفرج، أو قتل الصيد لأنه من المحرمات، سنأخذها بالتفصيل. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذن إثما هو مو مؤاخذ، لكن هذه الخمسة والأربعة الأشياء إن فعلها سنؤاخذه في الفدية. لماذا؟ لأن العلماء قالوا أن فيها ترك، هو يعني فعل شيء فيها أثر، فالصيد هو صاد وتمتع بالأكل فنلزم بأن يذبح كما صاد، قلما أظافره، والمفروض الحاج يكون أشعث أغبر قبل النسك، قبل الدخول في النسك يغتسل يتطيب في بدنه دون إحرامه يدخل في النسك، لكن طالما هو في النسك لا يبتعد عن كل مطيبات الدنيا. وعلى الحاج أن يتخلى عن المحظور فورا إذا علم أو تذكر أنه محظور. من المحظورات تغطية الرأس، فقال يا شيخ انتبه انت حاج وغطيت رأسك، تخلع فورا. طيب المحظورات سريعا، أولا الرفث أي المباشرة والوطء
الرفث أي المباشرة الوقت كيف مناسب ولا الرفث أي المباشرة والوطأ نأخذها فيما بعد، لكن مرورا الثاني مباشرة فيما دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنه. هذا التفصيل جاء من الفقهاء لما وجدوه من إيش؟ من فقههم واستنباطهم. فعندنا الآن الرفث اللي هو الجماع نفسه والوطأ هذا يفسد الحج، سيأتينا في الفدية إيش عقوبته، لكن المباشرة فيما دون الفرج مثل التقبيل الضم سواء كان من زوجته أو من حرام، سواء كان في حلال أو في حرام، فإن أنزل من دون وط من دون جماع فإن عليه بدنة، قلوا يعني فدية مغلظة، هذه تسمى فدية. أول مرة الآن تأخذوا الأشياء التي تترتب على المحظورات. وإن لم ينزل يعني فعل هذه الأشياء ولم ينزل، والمقصود بالإنزال هنا نزول المني أم المذي، نزول المني. وإن لم ينزل فعليه شاه، ولا يفسد حجه في كلا الحالتين. الذي يفسد حجه هو إيش؟ الرفث. الثالث الفسوق هو الجدال. الرابع عقد النكاح، لا يجوز عقد النكاح في الحج. الخامس حلق الشعر وحكمه حكم قلم الأظافر، تقليم الأظافر. لبس المخيط للرجال دون النساء، لبس القفازين للنساء دون الرجال. تغطية الرأس والأذنين. الطيب، الطيب اللي هو التطيب بأي عطر سواء كان شرقيا غربيا بدهن ببخاخ كحول غير كحول. قتل الصيد، هنا فيها تفصيل قتل الصيد. الصيد خمسة أنواع أو أربعة. النوع الأول يجوز للحاج صيد إيش؟ البحر. أي صيد بحري مثل ماذا؟ صيد البحر السمك. طيب والعشب البحر يجوز؟ هو ليس صيدا أصلا، عشب البحر ليس صيدا. بيض السلحفاة إذا جاء من البحر فوقف وصاد وهو محرم وصل مطعم، لكن إن أكل سمكا يجوز سواء صاده أو ذهب إلى مطعم وكل جائز. طيب اثنين، يجوز للحيوان الحيوان الأهلي، يجوز للحاج الحيوان الأهلي. إيش هو الحيوان الأهلي؟ كالدجاج الذي في المزارع أو اللحم النعم، اشترى ذبيحة وذبحها يجوز. طيب اشتراها فشردت فصادها يجوز له أن يأخذها ويذبحها؟ نعم، لأنه لا يسمى صيدا ويملكها وهي فرت منه فيحاول أن يقبض عليها. يجوز أيضا للحاج قتل الحيوان المؤذي، ند عليه جمل، ند يعني فر أو هجم عليه، فيجوز له أن يقتله الحاج، ما يقول أنا حاج لن أقتله، أو أسدا أو ذئبا. كذلك يجوز له قتل الأشياء المؤذية، قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يعني مؤذيات يقتلن في الحل والحرم سواء كان في الحرم أو في الحل، وهذه كلها إرهاصات لحرمة مكة، وتأكدنا بالعين وبالمشاهدة من الناس وممن جرب. من خرج للصيد، خرج للصيد في حيوانات بجواري حدود مكة اللي تسمى الوبر بين الأرنب تقريبا والسنجاب، يعني مثل السنجاب لكن إيش رجوله طويلة أو سريع، فيصاد ويؤكل، يجوز أكله لأنه يأكل العشب ولا الأشياء الطاهرة. سبحان الله، يقف إذا وجد الصياد جاءه، طبعا يصيده بالبندق هذا يسمى السكتون أو شيء، ماذا يفعل؟ تصور هذا الحيوان يدخل الحرم، كيف يعرف؟ مع الله لا تسمع، يقف كذا عنادا هكذا يقف، يدخل حدود الحرم ويقف. ناس كثير جربوها وشافوها وتعجبوا، ولا يجوز لك أن تصيده وهو داخل حدود إلا أن تجعل له فخا أو شيئا خارج الحدود، لكن هو يعرف خاص إذا عرف أنه في المنطقة في صيادين ما يخرج على الحدود. كيف يعرف؟ هو يعرف كثير، وليست مرة ومرتين، يعني كل من أعرف ممن يصيد أو ممن يخرج ذكروا لي هذا الشيء. يقف إلى درجة الوقوف، يعني يجري، إذا أنت تريد أن الله يكرمك تطلق عليه كلبا يعني ليصيده، ويجري ويقف عند الحدود، يدخل الحدود ويقف. كل هذا من حرمة مكة طيلة السنة. نعم، طيب ما الدليل؟ أو ما الرابع والأخير يحرم على الحاج هو هذا الحرام. شوف سبحان الله، يحرم أشياء كثيرة مباحة ويأتيك محرم واحد
الحاج صيدله حيوان الوحشي، مو الوحوش لا، الذي يند مثل الغزلان مثل البط البري، هذا يحرم على الحاج أن يصيده. طيب ما إن صاده سنأخذه في باب الفدية. طيب يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم، طالما هو في مكة يحرم عليه قطع شجر مكة أو حشيشته، إلا نبات الإذخر، نبات مشهور في مكة له رائحة طيبة، أو في غير مكة يعني لا يستخدم كثيرا الآن، مو في الشاي أو في القهوة لا يؤكل، لكن هو نبات يعني تأكله الدواب أو شيء له ريح طيبة فلا فدية، لكن لا فدية على قاطع شجر مكة. يعني لو جاءنا حاج يكسر شجر مكة ما عليها فدية، لكنه يأثم يأثم. وهنا تدل لك خدناها قاعدة، أي عقوبة شرعية ليس عليها كفارة تدل على ماذا؟ على عظم العقوبة، على عظم العقوبة. كما مر معنا في صيام رمضان، من ترك الصيام عمدا قال ما لن أصوم فأفطر وأكل، ماذا عليه؟ يأثم، وما في كفارة، ما في كفارة على ترك الصيام. لماذا؟ إن الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا يدل على عظم الإفطار في رمضان. طيب باء شجر الحرم، الإدخر مستثنى. الآن سنأخذها آخر حديث وهذا سنعيده المحظورات لأنه مهم مرتب عليه الفدية. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن خزاعة قبيلة بجوار مكة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة، يوم فتح مكة أظن في السنة التاسعة، بقتيل لهم قتلوه، يعني كأنهم ثأر أرادوا بالثأر، فأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فركب راحلته بسرعة. وهذا هو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني الرسول لما انتبه أنه في شيء سيحدث قام صلى الله عليه وسلم فورا فركب راحلته وجمع الصحابة وبدأ يخطب بهم. إذن لا يترك الرسول شيئا يعني شبه فيه التحريم. طيب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، كأنه يذكرهم أن هذا فتح مكة، قد يكون منهم المنافق، منهم من دخل في الإسلام قريبا، منهم من يرى قوة الإسلام، قوة المسلمين، قوة الرسول، فجدير به أن يأتي لهم بهذا اللفظ ليذكرهم بحرمة مكة حتى قبلي أنا محمد. إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، تعرف قصة أصحاب الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. هذا من ميز النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تحل لأحد من قبلهم لا من الأنبياء والرسل. وكمعلوم أن الدين الإسلامي كل الأنبياء جاءوا بالدين الإسلامي، أغلب الديانات كانت للأمة أم للخاصة، لقوم الخاصة، للقوم الخاصة، فكانت جميع الأنبياء يدعون إلى دين إبراهيم، فكان يستطيع الإنسان أن يكون على ملة موسى أو على ملة إبراهيم، أن يكون على ملة موسى لكن لا يكفر بموسى، لا يكفر بموسى. يلزم بنو إسرائيل أو الأمة التي تابعون لهذا النبي، بني قوم سليمان قوم داود، أن يكونوا متبعون لنبيه، إلى أن جاء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل الدين هو الإسلام الإسلام، لكن لا بد من اتباع الشرائع وملة محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الإمامة. وذكر أن وإن جاء عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيصلي بصلاة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولن يؤم، سيقدم المهدي أو كما جاء. طيب فإنها أحلت لي، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ساعة من النهار، يعني وإن كنت أنا عظيم عند ربي رفعني في الإسراء والمعراج، إلا أن مكة محرمة، حرمها الله منذ أن خلق الخلائق، فلم يحل لي إلا ساعة. هل هي الساعة 60 دقيقة؟ لا، المقصود تقدير من الوقت، تقدير من الوقت. ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، يخبط شوكها أن ينزع الشوك أو الورق، لا يكسر. المفروض في مكة يترك أي شيء. شوف الآن بإكمال هذا الحديث ستتبين أن مكة تحاول، لذلك الصحابة كما ذكرنا كانوا ما يسكنوا فيها، كان دافعا لهم حتى صالحون إلى يومنا هذا عرفهم ما يسكن في مكة، يأتي لها في إيش؟ للتعبد،
خاص يجهز نفسه يجي من جدة ولا يجي من المدينة للتعبد، ويعني يقول لك أنا رايح أعتمر أطوف أسعى أتصدق أدرس إذا هو محاضر في الجامعة أو شيء أو مدرس أو شيء وأرجع فورا، ماني ناقص مشاكل توقعني في ذنب قد يحبط عملي وأضيع فيها. طيب، لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطها إلا منشد، يعني اللقطة المكة لا تجوز، جت جوال وجت شيء اتركه، شوف إلى درجة إيش. طيب لماذا اتركه؟ هذه هي حرمة المكان. لكن متى يجوز لك أخذه؟ متى شو الأحكام الشرعية؟ متى يجوز لك أخذه؟ إذا كنت أنت مثلا من المسؤولين شرطة أو شيء، أو ستتعرف عليه، لأن عرفت مثلا هذا الجوال تبع الحملة، تبع حملتنا، لكن ماني عارف منه، ولو تركته خلاص الباص حيمشي، خليني أخذه وأكلم بعدين لما نطلع الباص ونادي يا جماعة من فقد جواله، هذا يجوز. طيب طلعت الباص وما وجدته، ما عليك إثم، لكن سيبقى في ذمتك على أحكام اللقطة، هذا فقه اللقطة. طيب، إما أن يعطى، يعني طيب، ولا يلتقط ساقطها إلا منشد، يعني من سيخبر ومن سيسأل الناس يا جماعة من فقد جواله ومن فقد راحلته وهكذا. ومن قتل له قتيل فهو بخير الناظرين، الآن يبين لهم القاعدة الشرعية أن من قتل له قتيل فهو على إحدى أمرين، تبه لا يتجاوز. الأمر الأول إما أن يعطى، أي يعطى الدية، هذا في كتاب الحدود، من قتل له ما في شيء اسمه ثأر، في أن تطالب تريد دية مقابل القتيل تأخذ الدية، من يأخذها؟ ورثة المقتول. وإما أن يقاد، أن يطالب بالقصاص. لماذا سمي يقاد؟ من القود، أنه سيقاد. ها فلان، من الذي قتل من قبيلة بني خزعة؟ من هو؟ والله فلان، خلاص قودوه، أنتم تقودوه، عاقلته عمامه وبنو عمومته يأتوا به، لأن القبيلة أو شيء يعني قد يأنف أن تأتي القبيلة المعادية وتأخذهم، يصبح في عملية غضب وانتقام وقد يكون منازعة، فلا أنتم تأتوا به تقودوه ليأخذ جزاءه. وإما أن يقاد، أن يؤخذ قتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، رجل صحابي اسمه أبو شاه جاء فقال أكتب لي يا رسول الله، أنا أريد هذا الكلام إيش مكتوب. ومن هنا أخذ أن العلم قد يكون مكتوب، وشوفوا هذه فضل أهل اليمن، وقد يكون الإيمان الذي في اليمن وتمسكهم بالسنة لمثل هذا الرجل، لمثل يعني لا يجادل، بالعكس اكتب لي يا رسول الله لا أروح أنسى كلامك دقيق، أريد أن أذهب إلى اليمن وبلغهم إياه. ما زلت أكرر لكم ما تجد بعض البادية إلى الآن متمسكين بالدين فطرة، قابل أي عجوز سألها أين الله تقول لك في السماء، ما درست ولا عرفت، يمكن حتى الآية الرحمن على العرش استوى ما تعرفها، لكن عقيدتها فطرتها تدلها على هذا الشيء. قال أكتب، صلى الله عليه وسلم ما غضب، فقال أكتب لأبي شاه، فقال رجل من قريش، هذا الاستثناء، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا يا رسول الله وفي قبورنا، يعني من باب الطيب الرائحة ومن باب أن البهائم تأكله. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا استثناء، هل يجوز استثناء شيئا آخر؟ لا، إن لو جاء الآن واحد في وقتنا الحاضر فقال طيب إحنا نحتاج مثلا شيئا من النباتات، فنقول هذا تشريع توقيفي، إلا إن اجتمع العلماء فوجدوا في ذاك الزمان وذاك المكان حاجة الناس القصوى ممكن يستثنى. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني بما قلت بما سمعتم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، وأن يبلغنا مما تعلمنا العمل، وأن يرزقنا الإخلاص. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حد عنده سؤال يا مشايخ؟